حلقة جديدة، ضيف اليوم المحلل السياسي فادي بودية. مرحبا، يا أهلا. كيفك؟ الحمد لله. عندي كتير أسئلة، وقتنا شوي هيك ضيق، بس صراحة كنت ناطر هالمقابلة تكون أخذ الطرف الثاني بمقابلاتك. أول شيء خبرني، هل أخطأ الحزب بدخول الحرب؟ أبدا. دخول الحرب هي مسألة تتعلق بأمن لبنان كما تتعلق بأمن المنطقة، لأنه من يعتقد أن إسرائيل اليوم ليس لديها أطماع في لبنان، لا يمكن أن تؤثر على أمن لبنان، لا يمكن أن تعتدي على لبنان، بيكون عنده نظرة خاطئة إلى إسرائيل أو نظرة متعاملة مع إسرائيل. لأنه أنت أمام عدو، هو عم بيقول لك أنا عندي أطماع في لبنان، هو عم بيطلع يخبرك أنه أنا بدي احتل الليطاني، عندي أطماع بمياهك، بأرضك، بسياستك، بموقعك الجغرافي. أنت بدك تيجي تبرر لإسرائيل كل هذه الاعتداءات، ولا سيما أن إسرائيل أرض عدو محتل لأرضك. أنت بدك تتعامى وتتغاضى عن الاحتلال لأرضك، وبدك تفصل حالك عن فلسطين. ما بتقدر تفصل أنت حالك عن أي صراع في المنطقة، بدليل شوف صراعك بسوريا بده يمتد إلى لبنان، لهيبك في فلسطين بده يمتد إلى لبنان. الإسرائيلي نفسه بيخبرك أنه أنا عندي مخطط لضربة استباقية على لبنان. ب 11 أكتوبر نشرت كامل تفاصيل هذه الضربة في صحيفة وول ستريت جورنال، ما نشرت لا بالعهد ولا بالمنار. إذن في أخبار وفي معلومات ووثائق تؤكد أنه إسرائيل عندها نية لضرب لبنان، فضلا عن عشرات السنين اللي مرينا فيها لإسرائيل بتخبرنا عن أطماعها في لبنان. فأنت شو منتظر؟ منتظر القرارات الدولية اللي أنت مجربها على مدى كمان عشرات السنين وما قدرت تعمل شيء. شوف، هذا العدو من الواضح بالتجربة، مش لأنه أنت حابب تعمل قتال، التجربة بتقول لك هذا العدو ما بيفهم إلا لغة القوة، واللي عنده لغة تانية بيقدر يفهم فيها هذا العدو أو بيقدر يقدم فيها ضمانات إلى لبنان بعدم الاعتداء الإسرائيلي عليه، بس حكي تاني، بس ما حدا بيقدر، حتى الأمريكي نفسه ما بيقدر يقدم لك هاي الضمانات. هلأ مش مختلفين نحن أنه العدو ما بيفهم غير بلغة الحرب، ومش مختلفين على مبدأ المقاومة وانه لازم يكون في عنا مقاومه تندفع عنها. لا، مختلفين. كيف مش مختلفين؟ لا، انا وياك على الاقل. انا وياك، انت عم تمثل راي اخر. راي الاخر بيقول انه نحن ما بدنا سلاح الا بيد الدوله. ممتاز، يعني انت لو الدوله مسموح لها ان تمتلك هذا النوع من السلاح اللي بيردع اسرائيل، لو الدوله او الجيش اللبناني اللي لا شك بوطنيته، بمناقبيته، بقوته، شجاعته، كل شيء، ولكن هذه القوة بدون سلاح ما بتقدر تعمل شيء. طيب، ممنوع على الجيش اللبناني أن يستلم هذا السلاح بأوامر أمريكية، بمصادرة أمريكية، أكثر من هبات تقدمت إلى الجيش اللبناني وممنوع. طيب، بس نحن وقتها نحن عملنا جبهة الإسناد، ما خسرنا هالميزة السلاح اللي هي للدفاع عن لبنان؟ حضرتك عم تقول لي هن عندهم أطماع وهن كان بدهم يضربونا. مش أنا عم بقول لك هن عم بقول. إيه، هن عندهم أطماع وبدهم يضربونا وكنا ناطرين ضربة منهم. طيب، خلينا بس هيك نخدها مبسطة شوي. ما كان فينا نكون نحن جاهزين لأول ما يعملوا ضربة نحن نرد، نضربون نحن نضربهم تهن يضربونا. أول شغلة يعني فقدنا. أول شغلة بس اسمح لي لك. أول شغلة، المقاومة في بلبنان على مختلف انتماءاتها العلمانية والدينية دائما كانت محور صراعة فلسطين، مش هيك؟ يعني من الحزب القومي للحزب الشيوعي لكل الأحزاب اللي عملت مقاومات، كل هيدي كانت محورة فلسطين. ليه؟ لأنه طالما إسرائيل تحتل هيدي الأرض وتمتد باحتلالها إلى الحدود معك فأنت لست في أمان. هاي بالمبدأ. اثنين، المقاومة الإسلامية في لبنان أصل جوهرة وأصل محورة وقطب الراحة فيها هي فلسطين. لو المقاومة لم تساند فلسطين وما حاولت أن تقوم بإشغال العدو الإسرائيلي في جبهة الجنوب، طبعا بعض المسخفين والسخفاء بدون يخففوا من قيمة جبهة الإسناد. ليه؟ لأنه دائما بفكرهم أنه أنت إذا عزلت لبنان أو إذا عدت على الحياد أو إذا سكرت على حالك تبقى بأمان. تم التجربة بتقول لا، التجربة والوقائع بتقول لا، فضلا عن التصريحات الرسمية من المسؤولين الإسرائيليين بيقولوا لك لا،
بس انت مصر انه تقول ايه. اسرائيل اذا بدأت بغزة وستنتقل الى باقي الدول، مش انا عم بقول، هني عم بيقولوا مسؤولين رسميين بالدولة هني عم بيقولوا هيك. طبعا ما هني عم بيقولوا لك نحن الان الفرصة التي نستطيع ان نستغلها لاقامة اسرائيل الكبرى. بس هني بيقولوا لا، هني عم بيقولوا انه بدهم يضمنوا انه ما يكون في جيوش او اذا بدك احزاب مسلحة على حدودهم. يعني ما عندهم مشكله مع مصر، ما عندهم مشكله مع الاردن، انتبه. حتى سوريا ما بيفوتوا عليها، يعني بيفوتوا بيضربوا عناصر حزب وعناصر ايران. الدول الدول تحكي عن حالها. ولكن لا، ليه بدنا نكون نحن بالمشكله؟ انا هقول لك ليه. ليه بدنا نكون نحن بالمشكله؟ انا ليش اسرائيل ما بدها تكون في مقاومه مسلحه على حدودها؟ اولا هي مش حدودها، حدود فلسطين. هاي اول نقطه. النقطه الثانيه، ليش ما بدها تكون في ليه فيها هي ما تكون موجوده على الحدود مسلحه وتعتدي على لبنان؟ طب هني نفسهم هؤلاء اللي عم بيحكوا قبل ما تبلش جبهة الاسنان، ما دخلت اسرائيل الى شمال الغجر وهي بلدة غير محتلة كانت واحتلتها؟ مين سمعت حدا عم يحكي؟ سمعت في حدا طلع قال انه اسرائيل ليش عم تعتدي على الاراضي اللبنانية؟ ولكن المطلوب ان يا يكون هناك اي مقاومة او شخص بيقول لها لاسرائيل لا، ممنوع أن تقاوم إسرائيل. هي إسرائيل تعتدي عليك، تخرق مجالك الجوي، تخرق مجالك البحري، تنهب أرضك، تنهك مياهك، بدك يا ما بيأسس. بس فادي، بس أنت اليوم أنك أنت تطلع الدافع أصلا من نكد الدهر أني أقعد عم ناقش أنا وياك مسألة أنه أنا بدي برر ليش في مقاومة. لا نحن مهم هاي، لا تبي أنا بدي برر ليش في مقاومة، مش عم برر ليش في مقاومة، نحن عم برر بالوقت هل اللي نحن لازم ندعم فلسطين؟ ايه طبعا لازم نحن اراضينا. لا نحن لازم ندعم فلسطين لنحمي اراضينا. لا حلك لا. اولا فلسطين مش قضيه مستقله عن العرب. نحن ان العرب ما بدهم اياها يا اخي، بس مش طبعا فاهم غلط، مش ما بدهم اياها، انه العرب مش عم يدعموها مثل ما لازم يدعموها. مزبوط انت حكيتها مزبوط، ما هن العرب بدهم اياها، وعم تحكي مزبوط انت. بس انا مش مضطركم مثل العرب، انا مش مضطركم مثل العرب. بس ايش بدي احط اذا حاجة. اذا بعض الانظمه العربيه باعت القضيه الفلسطينيه، ده لا يعني اني انا بدي بيع القضيه الفلسطينيه. والقضيه الفلسطينيه خليني كمل جواب، بس القضيه الفلسطينيه ما بتعني لا الشيعة ولا السنه. القضيه الفلسطينيه تعني كل اللبنانيين في لبنان، مسيحيين قبل المسلمين. صحيح. المقدسات المسيحيه داخل فلسطين المحتله المنتهكه من قبل اسرائيل يجب ان تعني المسيحيين قبل ان تعني المسلمين. إذا أنت ما عندك علاقة روحية، ما عندك تعلق، ما عندك اهتمام إن مقدساتك بيد أنجاس مثل الصهاينة والإسرائيلية. لا، في ناس عندها اهتمام. أنا ما بمشي على مرائك، هيدي مقدسات أمي. بتعرف شو يعني مقدسات أمي؟ بتعرف شو يعني إنه أنت قضية مثل قضية صحيح فلسطينية. بس بالنسبة خلينا شوي إذا فت بهالموضوع، بالنسبة للمسيحيين إنه إذا كانت مع دولة مسلمة أو كانت مع دولة يهودية نفس الشيء. أنا إذا بدي أروح لهونيك لاينيتو راح يخلوني روح، يعني مش انه عم تحط دوله مسيحيه راح تستلم. هلا اذا انت شايف اذا انت شايف انه الانتهاكات بغض النظر عم نحكي لا ما عم اذا انت شايف انه انت كنيسه القيامه معليش تغتصب من قبل اليهود والصهاينه ومعليش ينكلوا بالمسيحيين داخل فلسطين المحتله، فهذا شأنك. فيك تنضم انت الى كل الفرقه المطبلين تبع اللي بيروجوا انه الصهاينه ما بيأسروا يحتلوا، لكن يكونوا بقلب دوله اسلاميه. لا حبيبي، منهم بقلب دوله اسلاميه، هاي اسمها دوله فلسطين. دوله فلسطين فيها مسيحيين وفيها أكيد اسلام أكيد. بس والعالم يعني لا مش نظام كأثرية. ما فيك تمرق كلام يمرق هيك. لا دولة فلسطين تقول شو انت دولة اسلامية؟ شو لا، دولة فلسطينية عربية فيها مسلم، كل الدول العربية فيها مسلمين. سوريا صحيح دولة اسلامية؟ ايه اكيد. لا مش دولة اسلامية، دولة اسلامية بالمعنى الديني. دولة اسلامية عم نحكي كأكترية عادي، ما هي الأكترية بالعالم العربي. ما هي هذا قصدي، يعني مش هذا المعيار عندك. يعني لا، شوف حبيب، اي مقدس يجب على الانسان كرامته للانسان، يعني بالدرجة الاولى عذرا منك، بس كرامته للانسان. اذا عنده هلا الانسان بيدافع عن بيته، شو بيدافع عن حجر؟ لا ما بيدافع عن ما حجر. هيدا هي، نحن مش عم ندافع عن بيتنا، نحن عم ندافع لا بيتنا المقدس، بيتنا والكنيسة المهد بيتها، كنيسة القيامة بيتها. بس ليش بيت بس اللبنانيين؟ مش بس بيت اللبنانيين، بس لا ليش نحن بدنا نكون بنوز المدفع؟ مش اذا في حدا تخلى عن هيدي القضية لازم انا اتخلى عنها.
مش شرط. ما مش عم نخرب بلدنا. انا بالحق انا مش بالحق عم نخرب بلدنا. لا 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 وعم بيروح عنا. لا حبيبي لا لك شيء. الشباب خيرة الشباب شهداء وعم تتدمر بيوت اهلنا بالجنوب. يمكن انت تكون الجنوب. زعلان يمكن انت تكون زعلان على هؤلاء الشباب بفهمك وبقدرك بس ما فيك تحكي بلسان الغير وتحكيني هذا الحكي لانه هؤلاء الشباب اللي عم بيروحوا رغم انه عم بيستشهدوا اولاده عم تتيتم ورغم هيدي المآسي والاوجاع هني عم بيشمتوا حتى بشهادة هودي الناس عم بهينوا بكل حقارة حتى شهادة هودي الشباب مين هني بس اللي عم بيطلعوا يحكوا عن موضوع معارضتهم لحزب أوكي. يعني انت اليوم انت من كم يوم بتشوف عنا مزرة اطفال ونسوان وشيوخ وكبار بالسن مزرة كاملة تطلع لك احدى الصحف بتقول لك ثبت انه هيدي الغارات هي اللي سبب لمعامل كابتاجون لمعامل مخدرات هلا معك حق يمكن المخدرات ما بتقصف اسرائيل اصلا بركي بتفيدها يعني انتبه انت كيف بتبرر الاجرام بتبرر الاجرام الاسرائيلي بحق مين حق اطفال ونسوان وكذا بتبرر لهم بهيدي الوضاعه والنداله يعني على اي حال انا الفكره اللي بدي اقول لك اياها لا تلام المقاومة في ردة لعدوان إسرائيلي أو في الدفاع ومساندة قضية عربية تحمل مقدسات من يلام على الأنظمة العربية والشعوب العربية اللي تخلت عن هذه القضية حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم بس ما فيك تضلك تحاسبني لك بالألفين وستة أنت مش أنت يعني بشخصك اللي عم تمثله بالألفين وستة دخل حزب الله جاب أسيرين وطلع وحرر أسرى اللبنانيين هني مش حزب الله الأسرى اللبنانيين صحيح يعني من كل صحيح. ومن مختلف المذاهب والطوائف صحيح لا مو حزب الله نفس الشيء لا ما كان هالقد لا لحظة مش مثل هلا بلا بلا وإذا بتحب بذكرك أنا بمواقف رئيس الحكومة بذكرك بمواقف القوى السياسية في لبنان بذكرك بمواقف الدول العربية بذكرك بمواقف الاتحاد الاوروبي بذكرك بكل مواقف بس العرب بس عندك كل العرب كانوا معك مين كان معك؟ داعمين ولو ما هن عمروا ورجعوا عمروا بس ما كانوا معي بالحرب اذا انت نسيان انا بذكرك السعوديه شو قالت بوقتها عن هذيك عن هؤلاء المغامرون بس ما كانوا هالقد على عداء دكان يعني هلا بطل في انا بحكي الامور مثل ما هي لا مش بطل في صاحب بطل في صاحب انت مش مقاومه ايه بطل يعني في صاحب للمقاومه لانه المطلوب اركاع لبنان وجره الى حظيره التطبيع مزبوط بطل في صاحب للمقاومه صح لانه انا اما بدي اكون مثل بعض الدول اللي طبعت وزحفت امام الاسرائيلي اما انت عدوي خليك عدوي احلى طب ليش بتعتبرها زحف اذا طبعت ليش بغض النظر اذا انا مع او ضد بس ليش تعتبر زحف يعني مثلا امارات عن قضيه امارات طبعت انت عم تتخلى تقريباً. عن قضيه مين سمح لك تتخلى عايشين عن بالنعيم جماعه لحظه شوي ها ما هذا هو معيار يا استاذ المعيار بالنسبه للناس وكرامات الناس مش انك تبدي ابراج عالي وناطحات سحاب وانت لا تملك قرار على بلدك لا عادي عادي صح عادي لا مش صحيح عادي 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 مش صحيح ما في لا صحيح لا صحيح حكمين بلدهم لا صحيح لا مش حكمين بلدهم لا حكمين بلدهم لا بالمال ولا بالاعلام ولا بالقرار الامني ولا بالقرار الامني واذا انت صحفي بتعرف تماما انه هودي الكلام اللي عم بحكيه انا ماني عم اتجنى على حدا هيدي الدول اللي طبعت لا تملك قرار لا على مالها ولا على اعلامها ولا على امنها ولا على امنها وانا بعطيك كل الدول التي طبعت فرجيني شو قدرت تعمل بقرار سيادي لبلدها ولا شيء ولا بتقدر تعمل نحن شو عم نقدر خليني كمل لك لان انت عم تصنع قرار سيادي مش انت مش عم اقول لك احنا وصلنا للمرحله اللي نحن عايشين فيها بالازدهار بس انت وصلت الى مرحله انت اول مقاومه تهزم اسرائيل فيك تنكر فيك لا. تنكر اكيد لا بالوقت اللي هزمت كل الجيوش العربية مجتمعة كانت مقاومتك هي الوحيدة المنتصرة أول مرة يخرج الجيش الإسرائيلي من أرض عربية بدون قيد أو شرط هريبي فيك تنكر؟ لا أنا بينما أنا بينما متفق معك فيهم بينما لهلأ إسرائيل تحتل أراضي عربية ومن ضمنها فلسطين فلسطين اللي أنت هلأ عم بتقول لي شو المشكلة إذا طبعنا لا حبيبي مشكلة كبيرة إذا طبعنا لبنان لن يكون ذات هوى اسرائيلي هلا بتقول لي الامارات مش ضروري فلان طبع فلان مش ضروري يكون هوى اسرائيلي بس فينا نحمي لبنان من تطبيع بلا تطبيع نعمل نعمل شو ربط كيف يعني مثل ما صار بال 48
يعني عملنا وقتها شو عملوا؟ اجت حرب ال 67 ب 48 ما احترمت ما احترمت انت بس لما هيك انت وانت وانت وعم تمثل فكره بس انه بدنا كل 10 15 سنه لحظه حبيبي ما بتسالني لإلي بدك تسال الاسرائيليين بس ما هالمره نحن لا مش نحن نحن دقينا لا مش نحن مش نحن انت ما فيك اليوم تلوم مقاومه كل يوم محاصره عايشه حياه بحصار كامل مثل حماس بقلب غزه او مثل الجهاد بقلب غزه واجوا عم بيدافعوا عن نفسهم الجماعه مش حماس. خليني خليك خليك معي أردن 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 وهي حتى مش عم بلوم الحزب بس عم نحكي لانه كمان اوقات ما حدا بيشتغل ما بيغلط انت بتعرف هالشيء انه فينا اذا غلط بشي شغله نقول انه اي يمكن كانت غلط بس انه كان فيها نعمل هيك او كان فيها نعمل هيك يعني هيدا دائما بحب ناقشه انا مع الصحفيين والاعلاميين اللي هن في هاجس عند البعض مش عن سوء نيه يعني بالعكس عن توضيح انه فينا في هاجس لا 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 بس هو ما غلط لحتى يعترف يعني مش كبرى اذا غلط انه يطلع يقول غلط مش كبرى بس في هاجس هلا كثير عم بسمعه بالبلد بالاعلام انه يا اخي خلي حزب الله يطلع يقول انا غلط يعني اذا طلع على حزب الله انا غلط مش الحال لا نحن عم نحكيها نحن لا مش نحن عم نحكي على الاعلام بدي اقول لك شغله اولا حزب الله لم يخطئ في كل خطوه من الخطوات التي قام بها بالعكس بدك اكثر هقول لك شيء جديد نحن كنا نطالب حزب الله بانه لشو جبهه الاسناد خلينا نفتح الحرب بتعرفها كثير من الاراء كثير من الاراء المحيطه بحزب الله القريبه من حزب الله المحيطه بالاراء انه نحن جبهه الاسناد لن تؤتي اكلها وربما اذا فتحنا الحرب سيكون افضل كان افضل طبعا كان افضل انا برايي أفضل؟ كان افضل بشو افضل انا برايي ما بدي احكي من طريقه الانهزام وانه هلا بنحكي فيه على هيدي الاشخاص اللي عم يحكوا انه حلنا نقول انه نحن خسرنا حقلك بس قصدي انه حقلك بشو مثل سمحت السيد سمحت السيد معه كذا لحظة انت اليوم جبهه الاسناد على مدى 11 شهر وهو عم بيقول لكل العالم نحن لا نريد الحرب أنا عم بشتغل على جبهة إسناد ضمن ضوابط وضمن قواعد وضعت منذ عام 2006 الإسرائيلي كسرها بمحل الحزب كسرها بمحل الإسرائيلي وسع الحزب وسع وظل يحافظ على أنه أنا ما بدي حرب الإسرائيلي تجرأ أكثر في ضربات كتير بلع على الحزب واستوعب ما نحن نعرف إجرامه هاي الفكرة بلعها واستوعبها حتى ما يفوت بحرب كبرى أما وقد فرضت الحرب الكبرى على لبنان لا الحزب ما رح يوقف مكتوف الايدي هلا بالتكتيك الحربي والعسكري وكذا هي تفاصيل حكيتين انا عم بحكي نحن انه انت اليوم حرب على لبنان هلا انت اليوم اكيد عم بحكي هل حزب عن الله عن انا مع الحزب هل اليوم حزب كمان. الله اخطا في جبهه الاسناد لا حزب الله عندما بدا جبهه الاسناد كان منسجما مع عروبته مع مقاومته مع ايديولوجيته مع حفاظه على امن لبنان ومع رد العدو الإسرائيلي 11 شهر عن أي ضربة استباقية للبنان هؤلاء الخمس عناوين حطوا على مسؤوليته ما خرج عن لبنانيته؟ لا أبداً هو لبناني أعرق من مش لازم مصلحة لبنان تكون هي أولوية بالنسبة له؟ ما هو لأنه مصلحة لبنان بس وين مصلحة لبنان باللي صار؟ بتدفع عن إسرائيل مصلحة لبنان بتدخل إسرائيل برأيك؟ لا ما هاي بك. هي هاي الفكرة أنه فيك تعطيني ضمانه لو بدنا يفوتوا كنا نحن منجهز حالنا مين أنتوا بك تجهزوا حالكم؟ المقاومة مين؟ مقاومة جهزي حالك نحن منكم نحن مش أنا نحن مش بعاد عنكم لا لا بالعكس بس نحن عنا انتقادات على أشياء معينة نحن بنتمنى انه انتوا تكونوا موجودين معنا او اكيد موجودين نحن بنتمنى هاي مشكلة بس اسمح لي شوي نحن بنتمنى انه انتوا تكونوا موجودين معنا نحن بنتمنى تشكيل مقاومة لبنانية على مختلف جغرافيا المقاومة خلينا نختلف بالتفاصيل الداخلية بالبلد قد ما بدك لكن نتوحد حول عدو هل نحن هيك؟ لا مش متوحدين حول عدو نحن لا طبعا لا طب حضرتك دايما بتطلع وتتهم كل الاشخاص التانيين اللي ما بيدافعوا اذا بدك عن الحزب او عندهم وجهات نظر تانية انهم عملوا انا ما بتهم هيك بلا ما بتهم هيك بتهم سمير جعجع وسامي جميل وكل واحد بيحكي بيطلع بتقول هيدا عميل اسرائيلي وهيدا معلم مش انا بقول عليه عميل اسرائيلي هو بيحكي عن خطابه خطاب اسرائيلي يعني انا اليوم بحرب لما بيطلع شخصيه سياسيه بحجم الدكتور سمير جعجع او بحجم سامي جميل او بحجم اي قوى سياسيه ما بدي افوت بالتسميات
بيطلع خطابه كله بيحكي فيه عن حزب الله، لا يذكر إسرائيل بحرف. بعض سياسيهم ونوابهم اللي هلأ عم تشوفون على السوشيال ميديا عم بيحكوا خطاب صريح وواضح أنه نحن مع أن تدخل إسرائيل، مثل مثلا رئيس جهاز الإعلام عنده جبور، ما بعرف شو شارل جبور، طلع على التلفزيون بيقول لك يا خي فلتدخل إسرائيل إلى لبنان وتخلصنا من ربهم. هذا خطاب إذا أنت بتطلع بترد عليه بتقول له أنت عميل، بتصير أنه أنت عم تعمل شيء مش من صالح البلد، بس هو اللي عمله من صالح البلد. سامي جميل لما كل حدا أنا برأيي يطالب بنزع سلاح المقاومة هو عميل أكثر من الإسرائيلي. بس هني صار لهم مدة، صار لهم مدة ضد المقاومة، يعني صار لهم مدة على حس حالي عم دافع عنه ضد المقاومة، صار لهم مدة بيقولوا المقاومة بالملفات السياسية الشربين. أنت فيك تكون ضد المقاومة إيه، بس إنه هني بيقولوا فيك تكون ضد المقاومة عادي بالملفات السياسية داخل البلد، أنت حر تأخذ خياراتك اللي بدك إياها. فيك تقول أنا مختلف مع الحزب هون، أنا ضد هون، اللي عملوا هون ما بعرف شو. بالسياسات الداخلية فيك تنتقد قد ما بدك عادي، ولكن عندما يكون هناك عدو ضد لبنان بدك تتوحد كلبناني. أكيد نحن ما توحدنا ضد التكفيريين. بتحب ذكرك ولا بتعرفه؟ أحسن ما نضيع وقت على الفاضي. وهيدي نقطة تحسب للحزب. بتعرفه؟ أكيد. توحدنا؟ لا. شو كانوا يتهموا الحزب؟ مشروع إيراني. لا حبيبي، عم دافع عن الإرهابيين، عم دافع ضد التكفيريين اللي يجوا على لبنان. وإذا يجوا على لبنان مثل ما عملوا بمسيحيي معلولة وربلة حيعملوا فيكم. صحيح. بيطلع بيقولوا لك لا هودي سوار عم بيغيروا نظام. طيب منها. طيب بال 2006 اختلفنا على الحرب مع إسرائيل، بال 2000 اختلفنا على تحرير لبنان من إسرائيل، إذا حرروا ال 425 ولا حزب الله اللي حرروا. هلأ بهيدي الحرب نحن مختلفين، نحن ولا يوم توحدنا على عدو ضد لبنان ولا يوم. وآخر شيء أنت عم تطلب مني بتقول لي إنه أنت عم تتهمون عملاء. لا مش عم تتهمون عملاء، أنت عم تتهم عملاء. وإذا هني عمل، إذا هني يقولوا لك أنتوا عملاء لإيران تزعلوا، مع أنه أنتوا عم بحكي انتو وعم بحكي عن الخاص انتو اوضح تعامل مع ايران من انه هن يكونوا يعني نحن اولا ايران ليست عدو للبنان حتى تتهمني بالعدو. بلد مش لبناني. اسمعني شو، وامريكا بلد مش لبناني، وفرنسا بلد مش لبناني، والمانيا بلد مش لبناني، ومصر بلد مش لبناني. طول بالك علي، طول بالك علي. ما بيحق لك انت تعمل مع امريكا، ما بيحق لك انت، ما بيحق لك انت تكون حليف وصديق لفرنسا وتعتبرها الأم الحنون وتنبطح تحتها وتحكي بالفرنساوي لما بيوصل رئيس فرنسا على لبنان وتنسى عربيتك. ها بذكرك بالجمهور شو حكى بهداك الوقت، وبذكرك بالسياسي شو هيدا ثقافة لبنانية. خليني كمان ثقافة لبنانية. لا لا انا هلا اذا بحكي فارسي انا اذا بحكي فارسي انا حر لك معي شي خيي بحكي فارسي. ها انا اذا بلبس قميص بلا جرافات لك معي شي خيي؟ اكيد لا. طب ليش بدك تزمني حتى بلبسي؟ ما حدا لا مش بحدا، لا عن هون. لا مش بحدا. انت لما بدك تحكي قضايا الى علاقه بالعماله، العماله الى علاقه بعدو. انا لما بدي اتهمك انت عميل، يعني انت عم تعاطى مع عدو. ايران قبلنا دوله عدو للبنان. نعم ايران ساعدت لبنان، ساعدت قسم من لبنان. لا ساعدت كل ساعدت حزب بلبنان. لا ساعدت كل لبنان. ساعدت القوات، ما هي ساعدت الدولة. لحظة شو، ساعدت الدولة، خلينا نحكي الدولة. دولة ساعدت الطيار، كل المشاريع اللي جاءت فيه. خليني أقول لك، لما اجت الدولة الإيرانية بدها تقدم مساعدات إلى لبنان راحت على الحكومة، ما اجت عند حزب الله. وبعدد لك من حسين أمير عبد اللهيان الله يرحمه، علي أكبر ولايتي، محمد جواد ظريف، كل وزراء الخارجية اللي اجوا إلى لبنان راحوا لعند الحكومات المتعاقبة من أيام سعد الحريري. هاي دبلوماسية. كيف بدي ناقشك أنا؟ لا لا ما هاي دبلوماسية. كيف بدي ناقشك؟ أكيد بدهم يجوا. أنت عم بتقول لا إجوا راحوا قدموا مشاريع للحكومة. يعني أنت ما بدك ترضاهم يعني. لا ما مش هيك، بس قصدي السعودية كمان عملت مشاريع مع الحكومة. ليش أنا نكرت مشاريع السعودية على الحكومة؟ بتقولوا لهم كمان لو بدكم تاخذوا أوامر من السفير السعودي. خليني أقول لك كيف، بس هو علي شو؟ الإيرانيين لما إجوا قدموا مشاريع إلى الحكومة ما حدا قبلهم. حبة الدواء الإيرانية صار بتسمم اللبناني، مع أنه تتوزع بأوروبا، تتوزع بالخليج. بس سبحان الله، سخفيت عن جد معك حق. لا عبالك سخفيت منهم، من الإير هالشي. ايه معك حق، هودي قدموهم بس ممنوع يجوا على لبنان. لا بعد بيعرف إيران لما حاصرتنا أوروبا وأمريكا وبعض الدول الخليجية بلبنان
وصار البي مش قادر يجيب حليب لأطفاله، اجت إيران واجا حزب الله راح جاب مازوت قطعهم من على بنياس وقطع من بنياس على لبنان 250 كيلومتر تحت الطائرات الإسرائيلية والتهديد الإسرائيلي وجابهم على لبنان. حضرتك من إخواننا وأحبائنا المسيحيين، ها؟ فيك تطلع تسأل المسيحيين بمختلف المناطق. أكيد، ما أنا كنت أزيد عليك عطوهم ولا حتى مازوت ما كان بدهم ياخذوا، يعني لك قديش وصلت معهم، مش هاو مش مختلفين عليه. بس فينا منكم، انا بدي اسال، انا بدي اقول، انا بدي اقول الحزب بايران لا مش بز... ايه بدك تنكر؟ طبعا بنكر. كيف لحل لك؟ كيف الحزب بدان هو من يقرر؟ بتقول لي بيشاور ايران، طبيعي لانه حليفته الاستراتيجيه، بس مش بيشاورها على القضايا الداخليه. يعني ما بيقول له للحزب لايران انا بدي ادعم ترشيح سليمان فرجي هل انت توافق؟ لا اكيد الحزب ما بيعمل هاي، أكيد الحزب يقرر ما يجب ما يعتقده صحيحا برأيه وإيران تدعمه. إيه صح. بس ليش هلأ كانت نافرة زيارة وزير الخارجية الإيرانية من بعد ما نواب الحزب قالوا إنه نحن مع وقف إطلاق النار؟ إجا وقال لا بدنا نرجع نربط الجبهات ونحن مع وقف إطلاق النار. في اشتباه، في اشتباه، في اشتباه. لا سمعناه هون عن النواب. لا في اشتباه. ما هلا بعده بيقول الشيخ نعيم قاسم نحن مع وقف اطلاق النار، شو اللي جديد؟ بس رجع ربطها بغزه. انتبه شو، هي دائما مربوطه بغزه، يعني يمكن توقف بغزه وما توقف عندنا. لا انتبه شو، انت دائما ايه هذا موضوع ثاني. اه. الاساس انه جبهه لبنان مرتبطه بجبهه غزه على قاعده وحده المسار والمصير بين الجبهتين. لليوم بيقولوا لك الحزب انه جبهه لبنان هي مرتبطة بجبهة غزة، ما أنت عندك شهيد الأقدس السيد حسن نصر الله استشهد ولم يفك الارتباط، كيف بتفك الارتباط أنت هلأ؟ هذا موضوع مستحيل. اثنين، والأساس، هل جبهة غزة هي جبهة الحرب أم جبهة لبنان؟ نينيتم هلأ؟ لا، جبهة لبنان. العمليات بغزة من لحظة بدء العمليات بلبنان بطل فيها شيء، حرام غزة دمروه، بعده عم بيعملوا عمليات. ايه بس قصدي الجبهة الرئيسية اليوم للحربية لبنان وليست غزة. اكيد. وبالتالي انت اليوم لما بدك تحكي عن وقف الحرب تحكي عن لبنان. ولحد اليوم بعده عم بيقول الحزب اي مسار تفاوض يبدا من وقف اطلاق النار. يعني هلا اذا صار وقف اطلاق النار، اتفقوا الامريكان والاسرائيل من مال مع لبنان، صار وقف اطلاق النار وبغزة بعد ما صار حل الأسرة وما صار حل هيدا، ما برأيي بصير في وقف إطلاق النار وحل لبنان دون غزة، مستحيل. طيب هل إيران، ما بدي أقول تخلت عن حزب الله لأنه منعرف أنه هي داعمة أساسي لحزب الله. يعني أنت بدك تسأل السؤال ومش مقتنع فيه. لا مش مش مقتنع فيه، بس لأنه تقلك ليه توصلك ليه. هل استعملت أو استغلت حزب الله لأشياء داخلية إيرانية تتقوي إذا بدك العلاقات هي وبلدان تانية؟ شوف، لأنه خليني أكون معك صريح، بدك لك ليش سؤال؟ لأنه لما يستشهد شخص مثل حسن نصر الله ونشوف هل ردة الفعل، أنت يمكن تشوفها كبيرة بس أنا شفتها عادية، ما بدي أقول صغيرة، تما كمان نكون عم نتبنى حديث تاني. يعني كنا عن جد كنت متوقع زلزل إسرائيل. زلزل صحيح. طيب. عم نحكي من سوريا ومن اليمن ومن العراق ومن إيران. لقول لك شغل، وقت اللي استشهد قاسم سليماني وقتلوا ترامب، نفس الحكي كان، أنه نحن كنا متوقعين إيران تعمل زلزال داخل الكيان الإسرائيلي، تمحو إسرائيل كذا، رداً على وانتقاماً على اغتيال قاسم سليماني. وكذلك الأمر بموضوع السيد حسن. سيد حسن هذا قائد أكبر من أي رد ممكن تعمله على الكيان الإسرائيلي، أكبر. يعني أنت حط برأسك بمخيلتك شو هو الرد اللي ممكن تعمله على إسرائيل بيوازي استشهاد سيد حسن؟ صح. ما في رد أبدا. الرد على استشهاد السيد حسن يكون فقط بالانتصار على إسرائيل. يعني إذا أنت بدك تشفي غليلك وتقول إنه أنا والله استشهد عندي السيد حسن لكنني انتصرت، يمكن بتحطهم خط بعضهم شوي، مع انه نحن بالنسبه لي رمزيه السيد حسن، طعم الانتصار بوجود السيد حسن يختلف عن طعم الانتصار أكيد. بدون السيد حسن أكيد. ويمكن عندك نفس الشيء اكيد. اللي بدي اقوله انا، شخصيه بحجم السيد حسن لا يوجد رد يكافئ عليها، الرد الوحيد هو ان تنتصر. لذلك الميدان هو من ينتقم من السيد حسن. ايران لا تتخلى عمن ربته ودللته ومولته وسلحته. صحيح. انا قلت لك هالشيء ودربته بس غلته. لا 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 لا، اقول لك ليش. لا
شوف حتى لما الحزب جاب الدروع على سوريا ليست إيران من طلب من حزب الله أن يذهب إلى سوريا، كان قرار حزب الله وتشاور مع إيران. لما حزب الله قرر يخفف عديده في سوريا، لما حزب الله قرر يخفف عديده في سوريا كمان هذا كان قرار حزب الله. لما حزب الله كان، أنت بتعرف أنه كان في شيء لحق لك هاي جديد، بتعرف أنه كان في بسوريا، بسوريا حزب الله وإيران وروسيا، مش هيك؟ صح. وكان من الطبيعي أن الروس يتعاطون مع هودي الحلفاء على الأرض، أكيد. يعني السوري والإيراني وحزب الله. بالمرحلة الأولى حزب الله ما كان يتواصل مع الروسي، بالمرحلة الأولى حزب الله كان إذا بده شيء من الروسي كان يبعث عن طريق الإيراني لاعتبارات مختلفة. حزب الله هو يقرر لأنه هو صاحب الأرض، صاحب الميدان. الإيراني يدعم، يدعم، بس بطبيعة الحال في هناك تشاور، في هناك تشاور حول الخطط، حول المنظومة، لأنه إيران قائدة هذا المحور ليربط لبنان بالعراق باليمن بفلسطين بسوريا، هذا قائدة هذا المحور على مستوى دعم الحركات المقاومة. وبالتالي طبيعي التشاور، يعني انت اذا انت بالبيت مش مختلفين بالتشاور، انت بالبيتك انت وخيك وبيك وامك وكذا، اذا بدك تاخذ قرار بدك تسال مرتك انه تتشاور معها انت، انا لا نيالك بتشاور، ولكن التشاور ولكن انت، ولكن انت اللي بدي اقوله انت 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 بتاخذ قرارك، مش بيك بياخذ قرار صحيح عنك. صحيح. بس اذا في قرار له خصه بهذا البيت مجتمعا بدك تتشاور معه بطبيعه الحال، هو نفس المنطق. هذا لا اسمه عماله ولا اسمه اتباع ولا اسمه انزحاف، ولكن لما انت لما انتوا كقوى سياسيه ما بتسترجوا تروحوا تنتخبوا او تعطوا موقف لتشوفوا الموقف الفلاني من خارج لبنان. مين الامريكاني يعني؟ الامريكاني طبعا، طبعا الامريكاني، اكيد الامريكاني شيء كيمياء يعني. استاذ فادي ما انت بتقول كمان على الامريكاني لمن توجهت انه هن اعداء؟ في اسالك انت مره سامعك قلت انه هن تقريبا اعداء الامريكان عشوائي، يعني انه هن داعمين اسرائيل، هن اذا بدك البي، البي اسرائيل. امريكا عدو، انا برايي امريكا اكبر من عدو، مش عدو، اكبر من عدو، عدو مشخص مثل اسرائيل وكذا. امريكا تدعم عدوك وبتيجي بتمشي بجنازتك بلبنان. استاذ فادي انت عم تسالني رايي. استاذ نبيه بري على طول عنده علاقات جيده جدا مع الامريكان، وهو هو اذا بدك يعتبر هلا اذا بدك المفاوض، وعنده علاقات، وعنده علاقات ممتازه مع روسيا، وعنده علاقات ممتازه مع روسيا. بالنسبه للمحور منا عدو، عم تحكي انت اكبر من عدو انت. ايه طبعا اكبر من عدو، لانه امريكا تدعم اسرائيل. ما بقول لك ليش اكبر من عدو، تدعم اسرائيل بالاسلحه اللي عم تقتلني فيها، وبتجي على لبنان تمشي بجنازه. طب لا بيقعدوا بتقعدوا معهم، كيف بدك تقلع دوله هيدي؟ دوله انت مفاوضه ووسيطه برايها طبعا، يعني برايها، ما هيك طبعا برايها هي دوله وسيطه، كيف بتقلع؟ هلا هوكشتاين ممكن يجي الى لبنان. ايه ما هيك. طب تغيرت اداره بايدن كلها، شو بتعمل؟ بتقلعه؟ لا، هذا وسيط بعده. اما الاستاذ نبيه بري رئيس مجلس نواب بده يستقبل الامريكي والالماني والفرنسي والايراني والروسي، وبيستقبل كل العالم. بس هلا هو عم بحاور كمش كرئيس مجلس نواب، لا عم بحاور عم بحاور عن لبنان، عن لبنان عن عن لبنان، مش كرئيس مجلس يعني، عن لبنان مفاوض لبنان ومفوض من قبل يعني الشيخ نعيم قاسم. صحيح الشيخ نعيم قاسم قال انه الاخ الكبير انت بالاخر هو رح يحكي عنا، عم بيحكي ايه. شوف هون النقطه الاساسيه، انه انت اليوم بدك حدا يجي يحكي عن حزب الله، يعني قرار حزب الله، لانه هو الجبهه الرئيسيه بلبنان. ما في حدا، مش مختلفين. صحيح اصلا الوضع الامني كمان، يعني اكيد مش عايزين يوصلوا. بس ليش بتقول عن هوديك انه بيأتمروا بالامريكان، بينما مثلا اذا اجتمع مع استاذ نبيه بري، او ما بدي عم نحكي بس عن استاذ نبيه بري، عم نحكي عن الكل اللي بيجتمع معهم من الخط نفسه، لا يؤتمروا، بينما هوديك يؤتمروا. انا وانت متاكدين انه رئيس نبيه بري ما في حدا يؤمره، انا وياك متاكدين من هذا الكلام. رئيس نبيه بري، انت متأكد؟ انا متاكد طبعا، خليني انا على يقين، انا بعرف انه الاستاذ نبيه بري ما في حدا يامره. بتشاور ودبلوماسي وسياسي من الطراز الاول صحيح، بس ما في حدا يامره. انا بدي احي لك قبل ما نختم، بدي اقول لك اياها ويمكن انت تجاوبني عنها بعدها، هن يجاوبون. لمن توجهت السفيره الامريكيه عندما قالت نحن فعلنا ما بوسعنا والان جاء دوركم؟ بس
ما عندنا شك ب حول الله ما عندنا وين شكك لا ما عندنا شك بحنكة رئيس بري مش مختلفين لا وين جاء دوركم لمين عم توجه لمين ما بعرف انا عم بسألك لمين يعني هي اكيد اللي اكيد مش عم توجه لحزب الله جاء دوركم ولا الاستاذ دبيه بري لانه حركه امل القوميه تقاتل في الجنوب ولها شهداء ما اكيد هي مش حاطه حركه استاذ بدك تطلب منهم بالاعلام خلينا واعيين شوي يا اخي هيدا تطلع بالاعلام بتقول لهم بتروح لعندهم او بيجوا لعنده هيدا كلام نشر بالاعلام لك ايه بس إنه. خليني اكمل لك بس كلام خطير يؤشر الى فتنه صح اذا هذا الكلام ما قيل بالحد الادنى مش لازم يطلعنا فيه ما طلعنا صحيح لا يشبع منك بس بعد عندي سؤالين لازم اسالك اياهم عم تقول لي حضرتك انه استاذنا بيبر لا يؤتمر هلا عم ينحكى انه لا يؤمر سوري من الامريكان هلا عم ينحكى ولا من غير الامريكان لا من الايراني يعني لا لكن عم نحكي من لا ما حتى وازي بيناتهم ايه. ما في حدا يؤمر الرئيس بري لا الامريكاني ولا بس هلا نحن وعينا هلا انه في ديل ركب بالبلد انه رح تنزلوا انتو والقوات والكتائب والكل يمكن ما عدا الحزب عم بحكي انتو كحركة امل ما عدا الحزب والطيار ينتخبوا لانه السفير الامريكي بدها القائد الجيش عماد جوزيفون رئيس جمهورية فهون هل يعتبر هيدا انه ضغطت عليه للرئيس بري تيقبل من بعد انه ما كان قبلين قبل والحزب اكيد ما كان بده انا برأيي بكير على هذا الكلام بس هذا عم ينحكى صار معروف حكي كتير حكي كتير بدك توصل للفعل دوكا بدنا نوصل للفعل برجع بحكيك بعد كمان معلي بدي انا جاني كتير اسئله لما قلت له انه ضيفه استاذ فادي عم تهاجم بتهاجم كل المسيحيين ما عدا سامين فرنجيه يعني حتى جبران باسيل اللي هو الحليف الاساسي المسيحي والاكبر للحزب الحليف اللي كان بعده لا هو قال لا انت بدك تقوله هو قال لا بس ايه بس انه عم نحكي كتحالف سياسي بس كتحالف اذا بدك شعبي ومحبه بعدها موجوده يعني انت خونته كمان اول شيء التحالف الشعبي موجود على مستوى على مختلف القوى مش بس عند جبران للامانه ما هيك هيدا بده يوصلنا هيك خليني اكملها الاحتضان الشعبي المسيحي والدرزي والسني وكل الطوائف اللبنانيه اللي كانت لبيئه المقاومه رغم كل التهديد بتهددهم اياه بس خليني اكمل بشوف انا عم بقول لك كل هيدا البيئه الشعبيه احتضنت اللبنانيين هذا ما في حدا يقرب عليه انا عم بحكي على مستوى القوى السياسيه على مستوى الموقف السياسي مش على مستوى حتى كل النواب القوات معروف الكتائب معروفين اما جبران وضعه مختلف جبران اللي هو استفاد اكثر حدا هو شخصيا استفاد من علاقته بحزب الله هو شخصيا ها مش شيلك من التيار هلا هذا صار نقاش ثاني ما بديش فوت بالنقاش مطولا واحنا بوقت حرب مش وقت نحكي على الناس لما انا بهاجم جبران بهاجمه على موقف هو بيعمله اللي له علاقه انه انت هلا اليوم بتطلع بتقول انا بطلت حليف لحزب الله بس هي ما صار لها سنتين ونص ثلاثه الحكي بنحكى فيه لا هلا يعني من وقتها عملوا اللي عملوا لجنه يرجع يبحثوا بموضوع بس هلا طلع اخر شيء بالعربيه ايه هلا انه بعد استمراريه بعدنا عم نحكي انه انت اليوم بوقت الحرب عم بتقول انت انا مش حليف حزب الله بس بوقت الحرب قال له ممنوع ينمس بسلاح حزب الله هلا قال له هيدا قال له ليه لك يا اخي ممنوع ينمس بسلاح حزب الله لانه بيعرف انه التجربه ما في حدا قال والمقال ما في تجربه بس بنفس الوقت بيطلع جيمي جبور بيقول لهم يا اخي بدنا سلاح ما عادش في داعي للسلاح بيطلع نجي حايك بيقول لهم بلا بدنا سلاح ما عادش فينا نتعايش مع الشيعة يا اخي كمان انتبه شوي يا بده جبران يضبوا لهودي ويضبطهم بس هو بمصله شارع طبعا هو بمصله شارع اذا انت ليش عم تلومني بس الشارع ما ليش عم تلومني لا عم بلومك لانه جبران بيصير اخذ عقوبات من وراء تحالفه مع الحزب لا اخذ بينما عقوبات بينما استاذنا بيبري مش اخذ عقوبات روش. لا خليه يخلص لك اياها لا ما قبل جبران مبلش غلط مبلش غلط لا مش مبلش غلط مبلش غلط انا لا اؤمن بالعقوبات الامريكيه وبعتبرها ظالمه على ايا يكن في لبنان طيب بس هو اخذها لانه جبران باسيل اخذها بسبب فساد مش بسبب حلفه بسبب فساد يعني علي حسن خليل بسبب فساد او علي حسن خليل لا عقوباته بسبب دعمه للمقاومه بس هونيك بس لانه جبران باسيل مش انا بقول يا اخي مش انا مش بس انا بس جبران باسيل لانه تصنيف العقوبات تبع علي حسن خليل عند مش انا انت شو انا عم بحط عليهم عقوبات تصنيف العقوبات الامريكيه على علي حسن خليل بسبب دعمه للمقاومه تصنيف العقوبات الامريكيه على جبران باسيل بسبب فساده مش انا عم حطه ليه عرضوا عليه يفك التحالف مع المقاومه ما بعرف هذا شانه هذا شانه لكن انا بدي اقول لك بس ما هيك عم بس خليني اكمل فكرة رجاء بس خليني اكمل فكرة
العقوبتين على علي حسن خليل وعلى جبران باسيل وعلى فينيانوس وعلى كل من وضعوا من الأمريكان بالنسبة لإلي هو مسار سياسي للضغط على لبنان. بس حتى أكون واضح أنا ما بتبنى الأمريكان. ما بتشوفوها مثلا لجبران؟ ما بتشوفوا أنه مثلا بكل تسريبات ويكيليكس ما في ولا خبر من 2006 لهيدا حكي بالعاطل عن المقاوم؟ بالعكس كان يمدح فيها، بينما في تسريبات عن رئيسنا بيبر بتقلي صح بتقلي غلط شيء تاني. بس في تسريبات بس لا انه بدي لك قصدي انه هيك انا بوعدك بس هيك انا بوعدك مش عم بتبعدوا بعض الطرف انا بوعدك لكم عنكم انا بدي وعدك هو بعد ما حدا بعده هو بعد ما حدا بعده هو بعد لانه كمان غيره بدي اقول لك شغله بدي اقول لك شغله هي. هو بعد كلنا بنعرف ليه بيقول لك شغله ايه كلنا بنعرف ليه الحزب فضل فضل الشيعة لأنه فضل تحالف الشيعة تحالف لبنان. هلا انت بدك تحكي انا بسمع لا ما انا عم ناقشك لا ما فيك تناقشني هاي منك. ما فيك تناقشني انا عم كمل ياخذ منك بدك تسمعني لتناقشني اكيد هو اختلف مع حزب الله عشان كرسي الرئاسي هو مفكر حزب الله عطينه سك تملك لإله بده من حزب الله يفك ارتباطه مع نبيه بري وبده من حزب الله يترك سليمان الفرنجي وبده من حزب الله يقاتل وليد جملاط وبده من حزب الله يقاتل سعد الحريري وبده من حزب الله يبطل عنده ارتباط حتى مع السما صحيح بس خليني بس خليني هو يعني حارب الفساد نكمل يا اخي يعني حارب الفساد يعني سميتهم انت اني معروفين بالفساد بدنا نكمل جملتنا بس يلا خلينا هون هذا المنطق هيك اثنين جبران باسيل انا ماني جاي لاعمل حلقه عن جبران باسيل جبران باسيل معروف تماما ارتباطه وشو بده ومثل ما عم تقول لي عرضت علي السفيره الامريكيه فك ارتباطه بحزب الله هي كمان طلعت بوقتها وقالت انه هو الذي عرض علينا انه هو مستعد اذا فك ارتباطه بحزب الله شو ممكن يكون مكاسبه وبالمناسبه ما استرجع طلع رد من بعدها انا مش مشكلتي مع الامريكان اخر هم شو بيحكوا الامريكان أنا مشكلتي مع حليف بدك تحترم حلفائك أنت ما تفكر حالك أنه أنت أكل البلد كله ومالك البلد كله ضليتك كل حياتك تتهم الرئيس بري بالفساد وهلأ ما بتفل من عنده بدك تطول بالك في مشروع عند جبران باسيل مش واضح بدنا كل شيء كل الكراسي كل المناصب كل شيء بالبلد لا ما بيصير حرمتوا كل المسيحيين من كل الحقائب بس لأجل جبران عين جبران ما في تعيين عينوا فئة أولى أو فئة تانية أو فئة تالتة سل إلى من قلب علاج طب إذا أنت هول عم تعينهم جوزيف عون مين جابه جنرال يعني مين جنرال. مش مني صحيح. يعني طب هلأ بيقبل بالشياطين جبران بس تيجي رئيس جمهورية وما بيقبل بجوزيف عون هلا ترجع بتقولي حق عفلان حق علي تاني مش عمول حق أيا يكن شوف حزب الله لديه مروحة واسعة من العلاقات ما بيتركها كرمال حدا نيح جبران باسيل هو أعلن أنه تخلى عن هذا التحالف ماشي يروح على أي محور بحبه خلينا نشوف المحور الثاني شو ممكن يقدم له مش ضروري اذا بس ما هي الشغله انا بدي اقول لك انا بتمنى من قلبي انا يعني صار محور ثاني لا انا بتمنى يا اخي يكون لحاله ماشي يعني محور لا مش ضروري يكون ضدهم صار هيدا عم بقوله يعني انت بحضرتك انا حضرتك عم المسيحيين اللي بعضهم بيحبوا الحزب لو فيها هيدا انت بحكيك وتهجمك على جبران باسيل عم تخليهم كمان يصيروا اقرب لو وجهة نظر القوات ولا فكر القوات ويهاجموا اكثر بس دخلك عادي انه يطلعوا نواب جبران باسيل ومسؤولي القيادات عن جبران باسيل وجبران باسيل نفسه عادي انه يطلعوا يتهجموا على البيئة ويتهجموا على المقاومة وينظروا علينا ونحن بنعرف حرتنا ضايقة كل الاحزاب موجودين عن جد عادي يعني كل الاحزاب موجودين عادي ما في نواب من الحزب كانوا يطلعوا ونواب أبدا. من حركة أمل انا بتحدى يهاجموا جبران باسيل وعلي حسن خليل قديش هاجم جبران باسيل وبيقعد معه انه عادي بتصير بحزب الله أنا بتحداك وبتحدى كل المشاهدين يكون في نائب واحد بحزب الله أو وزير واحد أو مسؤول واحد أو قيادي واحد طلع تهجم على التيار الوطني الحر بس إني ما بتهجمه حزب الله كحزب الله إني ما بتهجمه قصة الإسناد هيدي لا قصة الإسناد وقبل حق وقبل عشو شو وقبل مثل شو وقبل مثل شو تهجمه حزب الله ما بعرف أنت برأيك إنه عادي يطلع جبران باسيل يقول عن السيد إنه مش صادق أي متى قاله يعني شفنا الرسالة كتب له إياها مش رسالة كتب لا شفنا الرسالة كتبها بذكرى الأربعين حبيبي يعني قال له بس في ميشيل عون لك حبيبي أنت وميشيل عون على حبيبي اسمعني شوي طلع بمؤتمر صحفي جبران باسيل أنت ما بعرف وين عايش يعني طلع جبران باسيل بمؤتمر صحفي
وبيقول عن السيد حسن انه لم يكن صادقا معي. بشو؟ بموضوع رئاسة الجمهورية. طب انت بتعرف شو قال له؟ شو لا إيه موضوع رئاسة الجمهورية؟ انا اللي بعرفه انه السيد حسن اصدق من الصدق، لا جبران باسيل ولا كل اللي بيمثلهم جبران باسيل. بالنسبة لإلك بالنسبة لإلي طبعا بالنسبة لغيرك جبران باسيل بالنسبة لغيري يمكن اصدق من السيد، يعني ما هي بلا ما في تقارن. كل واحد بحب شخص. انت انتبه شوي، كل واحد بحب شخص. روح علي شو حبيبي، حبيبي شيلني من جبران وشيلني من كل السياسيين، نحن بشهادة ودم اهم من جبران ومن كل السياسيين. صحيح، انا برايي رح تخلص قريبا. ما توقيت برايي واضح انه بعدها مطوله، ما بدنا نتحمل يعني دمار و يلا بعينكم الله. شو بدكم تعملوا دمار واستشهاد؟ نحن متحملين معكم، انتم بالنهايه اخوتنا. ايه شفت احلاك في قديش بتهاجمنا، بتشوف بيوتنا مفتوحه للكل، لانه السياسه شيء والدم والرابط شيء ثاني. انا بهاجم السياسيين، ما بهاجمكم. بس ما هي انت بتعرف انه معظم اصدقائي، انا معظم اصدقائي من الطائفه المسيحيه، بس لمعلوماتك. ما في شك اكيد، انا ما عندي مشكله مع المجتمع المسيحي، وخاصه اني من بلدي متداخل. يا انتبه، نحن من بلدات متداخله يعني، وانا بعرف المسيحيين تماما، وانا واللي بيكون ابن البقاع بيعرف ابن زحل كتير منيح. اكيد. فنحن على المستوى الشعبي لا، عايشين مع بعضنا وبنحب بعضنا وممتازين وبنفهم كل الناس شو بتعمل. لكن المستوى السياسي قبل ما تطالبني، روح طالب السياسيين عندكم يوطوا الدوز، ما عاد يعلو. بس ليش ضايقك لما الاعلاميه قلت لك انه ما شارب القديسين حميين لبنان؟ ما ضايقتني، بالعكس. لا دغري رديت عليا مثل كانه شيء مش منيح. انا قلت لها لا، والامام وعلي ومحمد اكيد، بس ليه فهموها الناس؟ لا مش جاي نحن بنقول هيك لانه نعرف انه مار شاربل اجمالا بيعمل عجيب على الكل. واذا تطلع مار شاربل بتشوف قديش في ناس محجبة. انت زرت ابو فضل عباس؟ لا بس انه ما بيعمل عجيب. روح بلا ما بيعمل عجيب، والله بيعمل عجيب، روح شوفه. تبي بدي اقول لك شغله، انا لما رديت عليها للمذيعه انا ما رديت اني مزعوج، بالعكس انا عم كمل للوحده الوطنيه بلبنان. لبنان مار شربل والقديسين والنبي محمد والامام علي. أكيد هو مش أكيد. بس قديسين، مش بس كنائس، نحن بنعتز. بس هو لانه مار شربل بيعمل مع الكل يعني، هو محسوب صحيح على المسيحيين، بس لانه عجيبه شامل الكل مشان هيك. لبنان ميزته بكنائسه وجوامعه اكيد شيك، وبالتالي بقديسيه واوليائه. فهي قالت انه يحميك لبنان، محمي من القديس شربل ومن القديسين. وانا ما قلت لها لا، انا قلت لها والامام علي والنبي محمد، عم زيد عليهم. ليش ما تقول الله يحمي لبنان من الكل؟ خلص شفت بالكل بالكل. ايه انه هن يكونوا الحاميين. بدي اتشكرك استاذ فادي، الله يحفظك. سوري شوي عصبتك يمكن، بس شو بقولوا كرمال المقابله تطلع. خذ راحتك، بدي اتشكرك. يلا بشوفكم حلقه جديده مع ضيف جديد.